إذا عودة مجددة بكم مشاهدينا في جزءنا الثاني سهرة اليوم. حين نعالجوا قضية أحلام، 32 سنة في عمرها، تزوجت مع شاب من نفس عمرها، لكن للأسف شديد طلقت بعد شهر من هذاك الزواج، ولأنه دارهم وأهلهم يرفضوا كلمة مطلقة لأنها عيب وعار على حد قولها، تزوجت مع شخص آخر. هذا الشخص هو شيخ 74 سنة في عمره، 9 شهور زواج ما بيناتهم، طلقت للمرة الثانية، عاودت تزوجت مع شاب يصغرها بحوالي 7 سنين. هذا الشاب كذلك طلقها، واليوم راي أحلام في الشارع وحضرت برنامج ما وراء الجدران باش تحكي لنا هذه الحكاية اللي خلاتك تتزوجي. السلام ورحمة الله. أكثر من 3 مرات، المهم ما توليش لداركم حاملة صفة مطلقة. زعما انا يا عيب وعار، لان الاسره تاعي يسكن في البشره، وعيب المراه تطلق وتقعد زعما بلا راجل. زعما هي كانوا عندهم عيب المراه تطلق، وماشي عيب المراه تبات في الزنقه. لا لا يا شيخ، وماشي عيب المراه تبات في الاوتيل. لا لا يا شيخ، كلش عندهم انا الحقيقه تاعي، انا اصلا البدايه تاعي ما بداتش بالنتيجه الصالحه، بدات بالعنف. زوج امي مع ابي طلقوا، ومن بعد انا شدني خالي، ومن بعد خالي زوج يما في رقبه راجل، ومن بعد كاين انا قعدت لا اب ولا ام، قعدت ربتني، داتني اختي ربتني في ولايه شلف. بعد كي تزوجت عندها في عمري 26 سنه، وبدات المعاناه تاع الطلاق، بدات تقول لي راجلها راح يطلقها على جالي، لازم تروح عند امها. الام تاعي ما كانت حتى علاقه بيني وبينها، هذه هي المشكله تاعي. بعد التشرد تاعي، روحي عند امك، روحي عند اختك، ما لقيت حل. انا واش درت؟ فضلت خليت اختي تعيش حياتها ويما تعيش حياتها، لان الام تاعي تسكن في بشره جبليه، هذيك المنطقه غير تعلمي ما تروح لهم وحده مطلقه يهجموا على ذاك الشيخ وعلى ذاك العزوز، قادر يعني ياذوني. يعني الهاتف قال لي باللي بابا راه مطلق، خلاص ما بان والو. شحال عشتي مع هذا الشيخ؟ 9 شهور، معززه مكرمه، ما ربحت منه ما ربح مني. بصح كي كنتي تطلقي وين كنتي تروحي تعيشي؟ كنت عايشه غير في الديور عند حباب ربي هكا، عند صحاباتي. وعلى ما وليتيش لداركم من الاول؟ هذاك تاع اللي فيه الغيبه والنميمه تاع الدشره هذه، ما نقدرش، لان عندي زوج امي، وزوج امي ما شاء الله انسان حاج ربي، بيت ربي كامل. المشكله اولاده، المجتمع، الدشره ثم العباد. الله الله يرضى عليك، هذه النتيجه اللي كنت نحب نوصل اليها. انت يا هربتي من الدشره، ودعكي من فكره زعما زوج امي. اكيد تقولي انسان ما شاء الله، وشنو كي تقولي اولاده يجيو مشاكل، وريني وين ما كاش مشاكل. انا مانيش قادر نفهم كيف فضلتي الفنادق والشوارع وتهانين في كل مكان، وخليتي الدشره تاعك والقريه تاعك زعما بحجه ولاد هذا راجل يماك ماشي ملاح. لا لا ماشي ملاح، ما يقبلونيش نعيش عند باباهم. لو يقبلوا ولا لا؟ لا قبلوا، ما حاوزوكش يا اخي. قالوا لي ما تجيش، حتى الام تاعي قالت لي يعني خرجتي بعد ما شاع عنك انك كتباتي في الفنادق. انا عندهم كاع حياتي، ما عشت عندهم، يرفضوني نروح عند امي حتى الزياره، يرفضوني. قولي انت اول ما خلقتي في بيت؟ في بيت بعيد على امي وبعيد على امي، تربيت عند اختي. حتى ولا في عمرك؟ 26 سنه وتزوجت وطلقت. بدرجة اختي سمع الاشاعات واللميمه وكامل، قال لك هذه الطفله خلاص ربيناها، كبرناها، قريناها، خدمنا لها كواغط. انا نحطي في 99، انا على جال الام تاعي والاب تاعي متزوجين بالفاتحه. اني اتشدد عليك لاني اخشى عليك. الله يحفظك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت قال: اوصيكم بالقوارير. يا شيخ ما قبلونيش، ما قبلتني اختي نرجع عندها، ما قبلتني يما نرجع عندها. لانك اخترت ببساطه إيه؟ مطلقه. مطلقه، اخترت الشارع، واش ندير؟ هذا هو الحل الوحيد. وانا كاين حقيقه العائلات يقولوا محافظه يرفضوا تكون عندهم طفله مطلقه، يكون عيب. المجتمع الذي يخاف العيب ولا يخاف الحرام، يعني أكيد العيب أجل العيب، أكبر حجم من الحرام، يعني هو مجموعة تقاليد وعادات متعارف عليها يهابوها الناس ويقدروها الناس.
أكثر من تقديرهم للحالات الواضحة اللي فيها الحرام. ثاني ما تنساش بالمناسبة أيضا نقولوا عن هذه الحالات تاع واحد 75 سنة يتزوج بوحدة في عمرها 20 سنة 14 لابد من الحديث عن هذا الكلام. يعني مهما كان الوضع مهما كان الظروف يعني جريمة والله جريمة يعني فرق تاع 50 سنة أو 60 سنة مع احترام إذا فيه رأي تعدين ولكن من الواقع يعني هذا أصلا هو ماشي زواج هي صفقة للبيع يعني هذا معروف أن هي صفقة للبيع قلت نشري الشيخ ندي دعوة الخير وراني عندي دار ما شاء الله وين نباعوا شيوخ هذا وما تشري الشيخ بهذا العبارة يعني تصور أنه ولا تفكر تشري الشيخ وانت شريتي هذا الشيء؟ لا ما شريته زعما درت زوجي ليا وطيعوني ندي دعوة الخير وراني مفطورة في بيت. الحاجة تسلبها التفكير لما الإنسان يكون محتاج لشيء معين وفي ظروف كثير ماهوش في ظروف حسنة يولي يقبل بأي شيء زوجه بشيخ كبير لأجل أشياء معينة طبعا محددة مسبقا يعني شيخ كبير استهلك ما بقى فيه ولو لا صحة ولا شيء ولكن ممكن لأجل أجر معين أو ممكن لأجل منحة مثلاً في يأخذها من فرنسا أو ممكن لأي شيء هذا ما حقيقة لك الصداقة الأخرى والله مد 11 مليون صداقة أنت المهم كنت تحوسي على هنا والله نقبل شيخ بير نخدمه ونعيش عنده صح حتى هو مريض هذاك الشيخ وديت من عنده دعوة الخير وهليت فيه الحمد لله ما مدني لا مال لكن جاوبيني أهلك هذو اللي يقولوا إحنا عندنا النيف والشرف كيف يقبلوا طفلة اللي هي نيفهم وشرفهم تروح للفنادق وللشوارع وتضيع وما يقبلوش تجي لعندهم يعني الله أعلم يا شيخ درت محاولات كثير وحاولت عام يجيب عام ونقول بالك أختي تعيط لي بالك يما تعيط لي بالك خويا يعيط لي لكن النتيجة هي أحلام ولكن كذلك رحتي شاب صغير عليك هو اللي رضى بي 29 سنة وانت 38 سنة هو اللي رضى بي ودرنا عهدنا على بعضنا بعض على المصحف وقال لي باللي انت تقودي زوجتي ويمات ولادي تزوج بيه ودرنا عرس وارس ما شاء الله ويما على بالها كان الولي نتاعك عند الزواج هذا زوج امي هو الاب تاعي شفتي يبانو كي تجي تزوج يبانو تما كيولي كاين زوج امك وفي سائر التشرد نتاعك غير موجود ترديتو وبالسيف وتزوجتي بعدها شحال قعدتي زواج معاه 4 شهور يعني انت حتى مده ما تطولش شهر 9 شهور 4 شهور وعلاش ربع من فيه العيب ما عنده داره ما خدام عايش عند خوه يضرب بيعمر راسه ولكن علاش تقبلي انا بنت محمل هو الزوج بيا على جال خدامه كنت خدامه جامعه تاع القليعه نعم على جال الدهر الطمع بصح من بعد انا كي تزوج بيه اكتشف بلي ما هو خدام كي يقول لي نوضيني نخدم كي نوضو يقول له نوض تخدم ينوض بالحجره تاع التيمم يضرب فيا راهم عندي فاور وعندي الورقه تاع طبيب شرعي يكسر عليا المطرك تاع الفوتوار مدعاوي الشر علاش ما رحتيش عند اختك هي ثاني كي قالت لي ترديتك بالله ما تجيش عندي راجلي يطلقني بعد طلاقك الثالث وين راكي تعيشي اليوم احلى عايشه من المركز والفيلو ثلاثه يعرفوني في ساحه الشهاده وخدمت عندي الدبلوم تاع طياب خدمت في ساحه الشهاده وراهم يعرفوني في السلطات تما ونتمنى ان شاء الله في الخدمه تاعي هذه تاع المنظفه راهي عندي 20 سنه تمنيت يرسموني ونخدم اشغال يدويه نعجل المطلوع ندير بزاف امور انا في حياتي مانيش قاعده هكا ندير كي حابه فقط ستره صوتي محميه طالبه بيت ولا طالبه زوج صالح صح زوج صالح عنك كلمه هذه معاناه اكثر منها زواج يعني هي تحتفظ بكل زواج بذكريات سيئه هي تحكي لك الان ما كانتش متزوجه هي ضحيه مجتمع بكامل وضحيه الاب والام تاعها لان حتى في الوثائق نتاعها عانات باش خلقت هويه لنفسها ضحيه الاهل تاعها ضحيه مجتمع قلت لك يخاف العيب وما يخافش الحرام ضحيه مجتمع ما ظهر التدين في كل مكان والاخلاق غير موجوده في اي مكان تعرفي بأن المجتمع شكلا مجتمع متدين ولكن في عمقه الدين غير موجود تماما يعني كاد أجزم بأن ممكن الناس اللي عايشين حقيقة بالدين هما حوالي 4 أو 5% أو 6% أو حتى 10% هو نقدر ونسأل أيضا أين الجمعيات النسوية لوسخنا ودنينا بالعياط على حق المرأة وحرية المرأة هذا المرأة تمحنت في حياتها ولات مسكينات تشد في اي حبل القيا اليها جاء حبل من عند شيخ شدت فيه طلقها جاء حبل من عند واحد وعدها بالزواج وحلف لها على المصحف هكذاك تقولي يا اخي ماشي المصحف اللي هديتيه لي لا المشكل كله
في تقصير صلة الرحم. أنا نعرف نساء أمصاترينهم عائلات أجنبية ما هي خالتها ولا عمتها ولا لوجود رحمة في القلوب. فلما زالت رحمة في القلوب شوفوا امرأة 27 سنة ضائعة في المجتمع تخدم تنظف وتكتب قوتها بالحلال أفضل من آلاف الرجال من السكة والحيوط وقابض بيدو زيت ويقول بلاد عيشيط وحي الله حرام. والله صدقين هذه مرأة شريفة. أنا كنت سمع بك تزوجتي 50 مرة أو طلقتي 50 مرة يعني هي كظاهرة اجتماعية تساق الدراسة ولكن في الشرع نقول الحمد لله يا ربي هذه المرأة شدت خاتم. جاونا ناس هنا في هذه البلاطوة حبوا يقنعونا باللي زعما ما صرت حتى حل الا انني نروح نخدم في الدعاره ما اكيد كذبي. هاي اللي نطرحوه شيخ هل صحيح مطلقه عيب وعار؟ لا ابدا ابدا. الطلاق اللي اصبح خائف الطلاق هو ابغض الحلال الى الله ولكنه ليس عيبا. ما هوش عيب امرأة مطلقه ولا راجل يطلق اذا كانت هناك اسباب تدعو الى الطلاق. نحن لا نشجع على الطلاق ما ناش نقول الطلاق حاجه مليحه يعني فخر لا لا ولكن ايضا ماشي عيب امراه يعني بمعنى ماشي كل امرأة طلقت بمعنى امرأة فاجرة ولا فاسقة ولا ظالمة. قد يكون الرجل هو الظالم في هذا الطلاق. شوفي احلى مش تقولي لهاد الاهالي ربما اللي يسمعوا الكلام تاع الناس ولهاد العادات اللي مازالهم تحكمهم وكذا والنتيجة راكي انتي هنا واش تقولي لهم واش رسالة؟ هما ربي يهديكم ورجعوا لعقلكم وما ديروش على هدرة الناس. والمرأة المطلقة راهي محتفظة على شرفها كاين وكاين ماشي كاع المطلقات كيف كيف. انا ان شاء الله نتمنى الام تاعي تكون فاهمة على جال ما كاينش في البنات اللي تحبها كيما انا واختي ان شاء الله ربي يهديها وربي يشفيها على جال راهي مريضة. هي شرعا لا يجوز لك ان تبقي بلا زوج. المرأة التي تخشى على نفسها الظلم والضياع أجمع علماء المسلمين أنه يجب عليها أن تتزوج. هي إذا تقدم لك إنسان بصح ماشي بالطريقة اللي كي تحكي صيبيه في الطاولة تجبدي مصحف وتحلفوا على الحب والوفاء ولا نقصد. إذا تقدم لك إنسان لتسعدين معه كخطبة حقيقية موثقة وعنده أهل وقع لابد تقبلي وتتزوجي ما تقعديش في الحالة اللي راكي فيها. هاني طالبة إن شاء الله ربي يهديهم الأسرة كائبة رغم السنين اللي فاتت التأليه ما نحضر في المناسبات ما نحضر في أفراحهم في أحزانهم ما يعيطوا لي في التليفون ما على بالهم لاني ميتة لاني